بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم في هذا الفيديو سنتناول الحديث عن صحابي جليل وهو سلمة ابن الأكوع، وسنتكلم عن الخوارق التي آتاه الله إياها. سلمة ابن الأكوع هو من قبيلة الأكوع، ومن ميزاته هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله في الغزو، كان يعطيه سهمين وهو يمشي على رجليه، كان من الراجلين ولم يكن من الفرسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الفرسان سهمين فقط، فأما الراجلين فيعطيهم سهم واحد من الغنائم، فالفرسان يعطيهم سهما لهم وسهم للحصان، أي كما يقولوا دو بار هكذا. وسلمة بن الأكوع كان معروف بأنه سريع جدا، كان يجري أسرع من الحصان، كان يقال عنه أنه كان يجري أسرع من الغزلان والظباء، كان يجري في البرية فيمسك بالغزالة بيديه من شدة سرعته. يروى عنه كذلك أنه كان يقول عنهم القوم بأنه في الغزو، هذه في الغزوة، كان يمر على الرهط من الكفار وهم مخيمين، فلا يحسون إلا بالريح مرت عليهم، فإذا بأيديهم مغلولة مكبلة مربوطة بالحبال، وكل أسلحتهم وسيوفهم في يديه، سبحان الله، مثل ما نرى في الأفلام التي يقال عنها خيال علمي، عن الرجل الأسطورة الذي يقال عنه فلاش، سريع جدا. وكان سلمة ابن الأكوع وكل قبيلته كان معروفين بأنهم لهم هذه السرعة الخارقة للعادة. يقال أن قبيلة الأكوع حاربت جيشا من الرومان يعد بآلاف الرجال وعشرة آلاف رجل، وهزمتهم، وكانوا مجرد حوالي 78 رجل. كان عم سلمة ابن الأكوع هو القائد في تلك الغزوة وفي تلك المعركة، أقول عندما كانوا كفار على الكفر في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، هجموا على جيش من الرومان من عشرات الآلاف الرجال وهزموهم، لأنهم كلهم يمتازون بهذه الميزة والسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.